عن هذا الموضوع وهذه الخريطة وهذا البرنامج ينضم إلي في هذا الصباح السيد نايف أبو سويس، وهو ناشط اجتماعي وسياسي في الرملة. أهلا بك معنا، تحياتي لك. تحياتي لك، صباح الخير. إذن وضعتم برنامج كخريطة طريق لمكافحة العنف؟ الحقيقة يعني أولا شكرا على اتصالكم ووضع هذا البرنامج على أجندة اليوم. يعني في الحقيقة هذا مبادرة، هي مبادرة محلية بعد أنه الحقيقة نرى ما يحصل في مجتمعنا وفي داخلنا الفلسطيني الأليم من موجة أو عنف مستشري أو ما نسميه نستطيع حرب. في الحقيقة يعني هناك كثير من النشاطات القطرية على مستوى المشترك، على مستوى لجنة المتابعة، على مستوى لجنة السلطات المحلية، والعمل مبارك حقيقة. ولكن باعتقادي أنه كفانا يعني شعارات رنانة أو مهرجانات و فرأينا من الواجب أن نبدأ في بلدنا، في حينا، في قريتنا، في مع جيراننا. هذه لا يمكن أن نعالج شيء بالشعارات أو بالمقالات أو المهرجانات. فعلى سبيل المثال بدأنا من شريحة شباب، أنا شخصيا مع كم زميل من أبناء بلدي الرمل الحبيبة، وبدأنا بوضع برنامج عملي على أرض الواقع. يعني عندما نتوجه إلى مقهى، شباب قاعدين بنرجله نوجه إليهم ونتحدث إليهم على الواقع، على الواقع الأليم، ما يصيب الشباب من حتى من أمور شخصية، من وضع اقتصادي، بالتالي يؤثر على المجتمع. مثلا هاي خطوة واحدة، بحديث يومي بالشارع مع أبناء الأحياء. اثنين، لنا أسبوع هذا الأسبوع إن شاء الله سيكون لنا لقاء مع جميع مدراء المدارس. برنامجنا أن نكون من كل مدرسة من 8 إلى 10 طلاب وطالبات، نعمل مؤتمر مجلس طلاب، ندعوهم إلى مؤتمر، إلى توعية، يكونوا قياديين في المدرسة. أنا باعتقادي أنه 8 طلاب في كل مدرسة بإمكانهم أن يعني يحيطوا بأنفسهم ب50 طالب. فبالتالي نحن نبدأ بالمدارس، نبدأ بالشارع، نبدأ بالإحياء. شغلة ثالثة أختي وفاء الكريمة، ممكن يعني نريد أن نتابع بغض النظر عن وجود لجان الصلح المحلية والقطرية، نتابع أي مشكلة. نحن أبناء البلد ونحن أدرى بشعاب مكة زي ما بيقولوا. فهناك مشاكل كثيرة بين الشباب وخاصة شريحة الشباب، يعني على موقف سيارة قد تبدأ مشكلة كصغيرة وتنتهي بكبيرة. كما حدث في كابول مؤخرا. نعم، كابول وغيره، يعني باللت وبكل مناطق. يعني حقيقة أختي الكريمة لا أريد أن أفوت هذه الفرصة، لكن بين هلالين 1250 قتيل قتل من أبناء جلدتنا على يد بعضنا من سنة 2062 قتيل قتل هذا العالم. حتى الإحصائيات هذه أرقام. نعم. هذه أرقام يعني خيالية، لا يمكن إنسان بالغ. نعم. ألو وكلنا. نعم. ألو نعم، وكلنا نعم، كلنا من باب المسؤولية. لا يمكن نتحدث بالصحافة وبالجرائد ونكتب على الصفحات اللي بتتواصل، لابد من خطوات على أرض الواقع. فنحن نتوجه إلى شريحة الشباب، وصدقيني أختي الكريمة، يعني ما أصبح مع يوم الجمعة حادثة أثرت علي جدا. وأنا عند داخل على المسجد رأيت إنسان دخل المسجد أيضا صف السيارة على الرصيف فوق، يعني مخالف القانون، مسكر الشارع. طلبت منه هيك بتواضع، يا حبيبي يا أخي الكريم ما بيصيرش، بتأخذ مخالف وبتضايق السير، بتطلع فيه الأخ. يعني أنا تفاجأت، فقال لي متأسف أنا بزيحة عم أبو سالم، وزاح بالموقف وشكرني وشكرته. فهذه يعني إنسان حوار وليس العنف. نعم. لا 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 لا، أنا لا يمكن تصليح الخطأ بالخطأ. إذا صحيح. إنسان بقوسين يعني عنف، لا يمكن إلا بالحوار وبالكلمة الطيبة. كل إنسان ولد على الفطرة، صدقيني أختي الكريمة، كل إنسان. هل نتوجه إليه بكلمة طيبة؟ ربما من 20 نصيب 10، عملنا 1 من 10، صلحنا 2. فهذه المشاكل الصغيرة لابد من أن كل إنسان من أبناء العائلات المحترمة والكريمة والإنسانية أن نواجه ونحاول وضع حلول للمشاكل الصغيرة التي ممكن. على بحكي لك على موقف سيارة، لو على إنسان يسكر الشارع عشان يشتري صندوق دخان ب5 شيكل بسكر الشارع. فهي كلمة يا أخي الكريم، يا أختي الكريم، يا حبيبي، ممكن تصف محلين. أنا حتى باعتقادي الواحد يرمي بخيط الكولا من السيارة، هي عنف بحد ذاتها، هي بتربي أشياء. فلذلك لا يمكن، يجب. ولكن ما تقوله. نعم. يحتاج إلى كلنا وليس إلى بعضنا.
لا لا واضح، انا هذه الفكره التي وضعتها وبدات فيها في الرمله، بلدي الحبيبه الرمله، ارجو من الاخوه وعلى عبر الاثيركم ان يعني يتابعوا هذا الامر في الليد وفي كابول وفي كفر قرع وفي كفر قاسم وبير السبع وفي كل مكان، يعني بامكاننا نتحرك داخلا. وما الاخوه في القطريه ولهم الشكر وعلى ما يقومون به من خدمه شعبنا، لكن على ارض الواقع انا الصبح سمعنا بكفر قرع صار شيء، طب اخونا عبد محمد بركي ابو السعيد في شفا عامر في برنامج في اجتماع وفي شيء، يعني شو كلنا نحمله على جهاز المتابعه، كل عمرنا نحمله على المشتركه، لابد ان نتحرك على مدنيا، يعني نعم. الرمله بدها رجالها، الليد بدها رجالها، كابول بدها رجالها، فلذلك نحاول ان نغير من هذا ونسائها ايضا ونسائها واطفالها وكبارها وصغارها وشيوخها. عندما تحدث نعم. برجالها اقصد طبعا النساء، وطبعا لهن هم دور الفعال، ويا ريت بين قوسين احنا كنا زي النساء، يعني من ناحيه من فهي الرجال، رجال دين، وجهاء، كل انسان ممكن ان تتفاهم معه. وانا بحكي لك الصراحه اختي، قد نظن ان هناك شباب يعني بين قوسين يعني مشاغبين او انا بقول لك من خبره ممكن ان نتحدث اليهم بكلمه طيبه، بتوعيه، بتوجيه، ايجاد اطر كمان ايضا، يعني ايجاد اطر لربما توعد هذه الطاقات. نعم طبعا بحكي لك حادث امبارح، مثلا عملنا جوله في المقاهي، اوكي، ودخلنا قهوه مع نرجيل، الشباب ادمين بنرجله، دخلنا تحدثنا بعد ربع ساعه، واحد بيقول لي اخي الكريم انا زهقان من هالدنيا، لا بشتغل ولا بروح، وعندي مشكله سكن، وفيش عندي غرفه وين انام، بدي اتجوز. فهذا الانسان محبط، صابه نوع من الياس، انا لا يعني لا ما بيكونش عندي غريب اذا بتصرف تصرف لا يليق به. فهذا الانسان الشريحه بدها كمان يعني انسان بدها كمان متابعة، فإن شاء الله خير. إن شاء الله خير. شكرا جزيلا لك نايف أبو سويس، ناشط اجتماعي وسياسي في الرملة، على هذه المداخلة وهذا الحديث الذي آمل بالفعل أن يلقى أذن صاغية، كل مبادرة بالفعل تحتاج إلى كلنا وليس إلى بعضنا. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.